قبل الفاصل هنتابع مع حضراتكم تقرير لزميلتي العزيزة سالي تراد. سالي تراد اصطحبت كاميرا 8 الصبح واخدتنا معاها كده لمتحف الخدع البصرية او متحف الاوهام، وعايزة اقول لحضراتكم ده حديث العالم عن مصر دلوقتي. دي تجربة فريدة من نوعها، بياخدك في اطار من الترفيه وايضا من المعلومة، خدع فيزيائية بتخلي العين بيحصل فيها نوع من الخدع، كمان بيوصل للعقل. فتعالوا نشوف التجربة دي مع زميلتي العزيزة سالي تراد في هذا المتحف، ونستكمل مع حضراتكم من بعديه باقي فقراتنا في 8 الصبح. ابدأ يومك صح. متحف بدون آثار ولكن مليان بالخدع البصرية وغرف عكس كل المنطق. هتعيش تجربة فريدة وممتعة ومحيرة للعقل هنا في متحف الأوهام والوحيد من نوعه في مصر. تعالوا مع بعض نعرف تفاصيل المكان. المكان هو متحف ترفيهي، والكونسبت ده احنا جبناه من كرواتيا، انتروديوس الكونسبت بتاع الايديوتينمنت اللي هو الترفيه التعليمي. المكان فيه اكتر من 70 معروض، الحاجات دي مبنيه على الماث والفيزيكس والبيولوجي. الحاجات دي بتخليك تسأل أسئلة معينة، إن إزاي عينك ممكن تخدع مخك ومخك ممكن يخدع عينك واللي أنت شايفه. بتكون في حاجات مش حقيقية بس بيكون في نفس الوقت في شرح. المكان جزء منه كبير قوي تعليمي وفي نفس الوقت ترفيهي، بحيث إنه في ناس كتير قوي بتيجي هنا بتتعلم حاجات جديدة، وفي نفس الوقت بتبقى إكسبيرينس لطيفة لكل الأعمار. الأيمز روم الطريقة اللي هي مبنية بيها بتخلي شكل حد كبير قوي وحد شكله صغير جدا. في برضو اوضه ظريفه جدا اللي هي الانفينيتي روم. الانفينيتي روم بيكون فيها مرايات من كل حته، فبحيث ان انت بتشوف نفسك متكرر بما لا نهايه. وفي اوضه اللي هي الابسايد داون روم اللي هي المقلوبه، بيكون شكلك اكنك بتتمشى على السقف. وفي الفورتكس، الفورتكس هو عباره عن بريدج بتعدي عليه، هو مش بيتحرك بس انت بتحس ان انت شخصيا بتتحرك وبتتقلب بشكل ظريف. اكسبيرينس لذيذه قوي وكل الناس بتيجي عشان